صباحكم أحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله أتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة. صباح الخير سجا، صباح الخير ليندا، يسعد صباحكم جميعا، صباح الخير كنترول. إن شاء الله أتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة. وما هي توقعات نهاية الأسبوع لهذا اليوم؟ كنت أتكلم البارحة عن كوكب عطارد، وأرجع مرة ثانية أنا أنوه عليه أنه يوم يعني 30 من هذا الشهر إن شاء الله راح يكون متواجد في برج الأسد. فهاليوم وباكر هي فترة انتقال لهذا الكوكب ويحسب الأحساب، وأكدت أنه مجاميع الأسد وكذلك الجوزاء والعذراء، وهناك العشريات اللي تخص أيضا كوكب عطارد عليها أن تكون مثل ما يقول أكثر صبر في التعامل هاليومين. هذا الكوكب دين نقل وينحسب الأحساب أكيد في فترة تراجعه وكذلك في فترة انتقاله. كوكب مؤثر جدا على الأرض وعلى الإنسان، فاللي يستقطبون تأثيراته أكيد بالعشريات أو كذلك إذا يكون كوكبهم الحاكم، إضافة إلى كون أنه المجاميع اللي تخص يعني عطارد هذه كلها راح تكون متأثرة بانتقاله وتحركه. فذكرت أنه راح يكون يوم 30 في برج الأسد، وبقالنا هاليومين يوم 30 يستقر، فهاليومين هذه الأبراج تأخذ مجالها بالعدم البدء بشيء يعني جديد، الاكتفاء بعمل روتيني. الطعام يجب أن يكون له يعني مثل ما يقول فد نظام معين، جسمكم راح يكون خالي من المناعة، فلهذا السبب ممكن الإنسان لأبسط شيء ممكن يتعرض يتحسس، نفسيتكم شوية متراجعة، جسمكم دا تشعروا بالتعب. لهذا السبب أتمنى أنه بهالفترة تكونون أكثر صبر في التعامل مع الأمور لغاية انتقالته يوم 30 بالشهر راح يكون يعني هاليومين هذه. الحمد لله باكر جمعة، يعني نحاول قدر المستطاع أنه نخلد إلى الراحة، وقرارات مصيرية ما نتخذها بهاليومين. دائما الإنسان في أي قرار مصيري لازم يفكر، وأحيانا كانوا العلماء قبل أو الناس يقولون عد قبل العشرة، منا للعشرة قبل لا تتخذ أي قرار، قبل لا يكون عندك أي رد فعل انفعالي تجاه الآخرين. فهالفترة هي نقولكم عدوا من الواحد للعشرة هاليومين. إذن على هالأساس أجي أرجع لمجاميع العشريات اللي تخص عطارد أذكركم بيها، اللي هم أيضا مشمولين بكلامي على كوكب عطارد. الأولى من الثور، عندنا الثانية من السرطان، عندنا كذلك الثالثة من العذراء، وعندنا الأولى من القوس، والثانية من الدلو. الثانية من الدلو راح أتحدث عنها هذا اليوم، ليش؟ لأنه القمر متواجد في برج الجدي، وأنتوا عشريتكم عطارد، إذن أكو كوكبين دا يأثرون عليكم اللي هو القمر وعطارد، الثانية من الدلو. رجاء 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 إلى أن ينتقل القمر لكم راح يكون في يوم 30. لاحظوا يوم 30 فيصل بانتقالة عطارد إلى الأسد وبانتقالة القمر إلى الدلو. فيوم 30 منا إلى غاية يوم 30 أرجوكم رجاء الثانية من الدلو. أنتوا يعني إذا كان ذولاك اللي دا أتحدث عنهم أكو كوكب مؤثر، أنتوا عندكم اثنين القمر وعطارد، الثانية بالذات من الدلو. أتمنى أنه تكونون أكثر صبر في التعامل مع الأمور، استخدام الأدوات الحادة القاطعة، كذلك بنفس الوقت أثناء قيادة السيارة صعود السلم، المتخصصين كأن يكون الجزارين النجارين الأطباء اللي جراحين، هذول اللي يكونون يعني من الثانية من الدلو. أيضا أشدد عليكم في هالمسائل، عمليات تجميل غير تجميل كذلك ما يسمح بها في هذه اليومين رجاء، ليش؟ لأنه راح تكون شوية نتيجتها غير إيجابية على هذه الفئة بالذات. ما أن ينتقل الكوكب
يتغير وضع الكواكب، هذا يستقر وهذا ينتقل، ذاك الوقت الأمور تتعدل. مثل ما ذكرت وأظل أذكر، ممكن أنه في بعض الأحيان التوقعات تزعج، لكن تنبه حتى لا نوقع بالمحظور أكيد. فأتمنى أنه تكون يعني الأمور وصلت. يوم 30 حيكون إن شاء الله يعني مناسب للبت بالأمور، هذه العشريات تبدي ترتاح، تبدي تنطبق عليها توقعات جديدة، وخصوصا راح يكون عندنا توقعات جديدة ما أن ينتقل عطارد إلى الأسد. طيب، هاليوم انتقل القمر إلى برج الجدي الترابي، إذن ما هي هذه التوقعات؟ كذلك استقبل اتصالاتكم اللي توصلني، مع وجود كذلك اتصالات من البارحة عندي مريم وسرى وزينب، لازم أجاوبهم هاليوم إن شاء الله بالوقت المتوفر لدي بالفقرة. أولاً نبدأ ببرج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، نتيجة للتواجد القمري في برج الجدي الترابي تقول لك الفترة أنه أنت راح تستطيع أن تعزز وضعك المهني وكذلك سمعتك. حاول أنه تكون أكثر تفاعلاً مع الآخرين، لكن لا تنفعل كثيراً في أمورك. تفضل عباس، صباح الخير سيد عباس، تفضلوا. الو، صباح الخير. اهلا عيني، اهلا. ألو. يوم اهلا اهلا سيد. ألو. عباس. الو الو، تفضل اسمعك. ألو. عيني. الو، تفضل عباس. الو سيد عباس، اسمعك. العفو، انا ما اسمعك بس راح انطيك مواليدي. صباح الخير. صباح الورد، نعم تفضل. أي. مواليد 18/5. نعم. 71. نعم. الحالة المادية. نعم نعم، واصل، واضح واضح. أشكرك وأشكر تواصلك وياي، أعتذر منك لعدم سماعك الاتصال، بس وصلت المعلومة تدلل علي. تفضلي زهراء، صباح الخير. صباح النور، شلون ست جنان؟ هلا ويما، هلا بيك، كل الهلا كل الهلا. سلام عليك، كلش حبيبة وغالية، يا عيني على راسي، تعيشين؟ أكيد، وصل لفترة وصلت لسماع عندي. أنا مواليدة 2000 شهر الواحد يوم 15/1/2000. نعم. هاي تعرف هاي السنة حتكون زينة للخطوبة لو الزواج؟ يعني بخلال هالسنة بنتي؟ إيه، خلال المتبقي من 2018. تأمريني أمر بنتي، تأمريني أمر. تقدرين تجاوبيني الخبر راح تنطفي. ها الكهرباء راح تنطفي، فرح أجاوبك ولو تعذريني راح أخسر رصيد. بس أنت مولودة برج الجدي الترابي، العشرية الثالثة منها اللي تخص الشمس بنتي، أنت عندك هيمنة على الشمس. الشمس هسه موجودة في برج السرطان وهي في بيت الزواج بالنسبة إليك، إذا على هالأساس هذه الفترة راح تكون إيجابية جدا لعقد لتتميم خطبة. تستمر هذه الفترة لغاية شهر العاشر، يعني عندك هسه فترة 3 أشهر إيجابية في هذه السنة، ثم تأتي فترة أخرى عندنا راح تكون إن شاء الله في شهر 10 و11، أيضا راح تكون فترة جدا إيجابية للارتباط. فعزيزتي إن شاء الله يجوز بخلال هالثلاث أشهر، أو تحدث بهالثلاث اشهر وتتمم بالدعش، او في شهر الدعش راح تكون. هاي عندنا فرصتين تسمعي. عندي السنه فرصة فعلا للخطوبه؟ اي نعم، اكو هي هسه بلشت. حبيبتي الله يوفقك ويبعث لك النفس. حبيبتي انا هم احبكم من كل قلبي بنتي، انا ممنونه منك ماما، تسلمي لي يا ورده. يا ربي يقدم لك النصيب الصالح ويفتح عليك ويستر عليك وعلى كل أولادنا بنتي. عندي اتصال لو أكمل التوقعات؟ أكمل، نعم نعم، شكرا. إذن على هالأساس كنت أتحدث عن وجود القمر في برج الجدي، فتحدثت عن الحمل، الآن وراء الحمل منو؟ الثور.
عزيزي مولود برج الثور، الفترة إيجابية بالنسبة لك نتيجة للتواجد القمري، لكن العشرية الأولى منها تابعة إلى عطارد، فالعشرية الأولى ما تبدأون بأي شيء جديد خلال هذه الفترة لغاية يوم 30 بالشهر، أما العشرية الثانية فستكون هي المتأثرة أكثر بالإيجاب لأنه هي تابعة إلى القمر، وجود القمر في برج الجدي رح يسعفكم كثيرا، فهذه الفترة إيجابية جدا، حاولوا الاستفادة من عدها، يعني رح تكون فترة تستقطبون بها تأثيرات حلوة. ليش؟ لأنه وجود هذا المثلث بين زحل وبلوتو مع أورانوس اللي هو عندكم رح يكون فد إيجابية حلوة، فاستفيدوا من هذه يا مجاميع الثانية والثالثة فقط. أوكي، الأولى ما يخالف، يعني ما يخالف هي هاليومين وإن شاء الله تنتهي المسائل. أوكي، طيب عندنا الجوزاء تقول لكم الفترة وجود القمر في برج الجدي يحفز على أنه وجود بإمكانكم أن تحلون مشاكل تخص المال أو مناقشتها، لكن ما أنصحكم في هذه الفترة البت بأي شيء جديد، أي شيء جديد ما تبتون به لغاية يوم 30 بالشهر، لأن كوكبكم دا ينتقل إلى برج الأسد. ما أن ينتقل إلى برج الأسد فتقدرون تبتون هالمسائل، لأن راح يصير عندكم تواصل كبير مع الناس وقبولية من الناس وحل مشاكل تخص الناس. فأحبابي هاليومين بس نصبر عليها شوية، رغم أنه الفترة يعني حتى القمر ينطف التأثير، لكن هذا ما راح يكون عليه يعني يعود عليكم بالسلب، وجوده إيجابي ما بي مشكلة. أوكي، نجي إلى السرطان. أحبابي أرجو أن تكونون أكثر صبر في التعامل مع شريك العمل، مع شريك العاطفة، ممكن أنه الناس تشكل لكم شيء من الإزعاج، إضافة إلى العشرية الثانية منها راح تشعر بشيء من انخفاض الطاقة جدا وانعدام المناعة، فما أنصح الأم اللي عندها طفل وكذلك الأحباب الكبار، نحاول نحافظ على صحتنا، نحاول إنه ما نسمح لأي أحد يستفزنا. تنتبه خلال هاليومين، هذه الفترة مطلوب من عندك الحكمة والروية، أصبح الصبح مقرر هيجي شيء، ما أسمح لأحد ينرفزني. أوكي، ما أن ينتقل القمر إلى برج الدلو فتكون الوضعية أفضل، يوم 30 أفضل يا جماعة. منو وياي؟ تفضلي ست عهود. ألو. هلو عيني. ألو. تفضلي ست عهود. ألو، السلام عليكم. كل الهلا. أنا مواليد 21/2/1971. نعم. اي بس بدي اعرف يعني حافظ الزواج في هاي الارتباط. ليش حضرتك ما مرتبطه بعد؟ ها؟ يعني ما مرتبطه الا مرتبطه وعندك مشاكل؟ انا عندي مشاكل يعني عائليه. فاهمه فاهمه فاهمه. ممنونه، تابعيني عزيزتي وارد عليكي مع شكري لي سؤالك وكذلك مشاركتك. تفضلي ام علاوي. شرفتك. كل الهلا أم علي، شرفتيني أمي وأبوي. هلا أم علاوي. أنا أعرف 22/5. نعم. أعرف أكو هالسنة أكو زواج 22/5 وأعرف 6/4. إيه. هذا أبوي. وبعد عندي ولا وأعرف أخويا ومرت أخويا، شو يعني عندهم يعني مثل المشاكل شغلات. اي اخويا برج الحوت ايش قد هم برج الحوت ايش قد بالبرج هم يعني التاريخ اخويا مواليده 5/3/1990 اي والطرف الاخر وزوجته 7/3 ماشي 1994 95 يعني هاي تريدين التوافق الا حل الا يعني وقت مناسب الا شنو يعني لا تجيان هم متزوجين
بس أشوف أكو توافق بيناتهم، شو وقتهم يعني مثل يعني ما مرتاحين، أحسهم أكو عندهم ضغوطات. صح. يعني اثنيناتهم نفس الدائرة، يعني اثنيناتهم مجهود. صح. صح. إي. إي. والله عافية عليك. والله أنت شاطرة. انت شاطرة، انت شاطرة ام علي. ان شاء الله حبيبتي. حبيبتي رقمك الخاص. تأمريني امر عزيزة وغالية، ان شاء الله الكنترول ينطيك، الكنترول ينطيك التليفون برسم الخدمة ام علاوي. مشكورة مشكورة حبيبتي. 27 اي صابرين، تفضلي. رقمك الخاص. اي 97 عن الارتباط اكيد. اوكي اوكي عيوني، شكرا كنترول، شكرا شكرا. اكيد ارجع بالتوقعات، ووصلت الى برج الاسد. برج الاسد احبابي، وجود القمر في برج الجدي ما يشكل عليكم ذاك التأثير المعاكس، لكن الصراحة كوكب عطارد ضاغط عليكم لانه دا ينتقل لكم هاليومين، فنحاول قدر المستطاع من الشمس وكذلك عطارد دا يضغط على مجامع الأسد، فحاولوا خلال هاليومين حتى يوم 30/6 نحاول أيضا أنه إحنا مشمولين بهذا الحديث، لكن القمر وجوده ما دا يأثر. لو كان مثلا القمر متواجد في برج آخر ممكن يكون مشاكس، لا تكون الفترة يعني شوية أكثر صعوبة، لكن أتمنى منكم هذه الفترة أنه تكونون أكثر هدوء، أكثر هدوء. بالنسبة إلى مجاميع العذراء، وجود القمر إيجابي جدا أحبابي، وجود القمر جدا إيجابي، لكن بانتقالة كوكب عطارد راح يشكل لكم شوية ضغط معين، فما راح تستفيدون من هذا التواجد الإيجابي للقمر بنسبة يعني مثلا لنقل 90%، راح يكون عندكم استفادة فقط 63%. فهل 63 استفيدوا منها؟ يعني هل باقي ال 27 خلوها، ال 37 خلوها يعني شوية تكون تمشي، فلا تخلون هالفترة القليلة أو هالكمية القليلة تأثر على الكمية الكبيرة. استفادوا من هذا التأثير، اتبعوا سياسة الهدوء، حاولوا قدر المستطاع. ليش؟ لأنه كوكب عطارد ضاغط. عندنا أيضا عشرية تخص عطارد، هذه العشرية أيضا كلامي موجه لها، حاول قدر المستطاع. العشرية عندنا هي الثالثة، شوية راح تكون متأثرة بانتقالة كوكب عطارد. فالحمد لله ما موجود القمر بالقوس، موجود بالجدي، هذا فتشي يدعم، وجود كذلك ينتقل إلى الدلو يدعم، لكن يوم 30 راح تكونون أكثر راحة من هاليومين. شوفوا إيش قد يتنوه عن عشريات وكذلك أبراج. بالنسبة إلى مجاميع الميزان أحبابي، أمور عائلية تشغلكم كثيرا، خصوصا مجموعة القمر العشرية الخاصة للقمر. أمور عائلية تتطلب من عندكم العمل، ممكن أنه أشياء تخص المنزل، إذا كان هاليومين مقررين تتحولون فهو تحويل إيجابي، إذا كان تتحولون من بيت إلى بيت، من تقديم طلب وظيفة، تحويل من مكان إلى مكان آخر، نقل، بيع، شراء، هذين اليومين يعتبرون بالنسبة لكم إيجابية يعني، وكل شيء يخص العائلة. قد تحتاجك عائلتك، قد تكون أنت مشاغلك الشخصية العائلية يعني اللي تخص البيت وتوابعه ممكن أنه تنثار بهذه الفترة. بالنسبة إلى مجاميع العقرب، تقول لكم الفترة أنت متألق في هذين اليومين، يلا أوكي القمر موجود في موقع إيجابي راح يجعل لك قبول كبير من ناحية الناس، بإمكانك كذلك الطالب اللي بالدراسة خلال هاليومين راح يكون إن شاء الله قادر على تتميم امتحاناته بطريقة إيجابية، استقبال المعلومات وخزنها
شوية الهرمون اللي يسبب القلق والاضطراب، ويعني شوية راح يكون هادئ في هذه الفترة، فراح يطب الطالب مركز وقادر على أنه يدير الامتحان بإيجابية. فيلا شدوا حيلكم، عفاكم يا شاطرين، ارتدوا الألوان اللي تجعلكم أكثر يعني جمال، الألوان اللي هي الأزرق بتدرجاته، الذهبي بتدرجاته، عندنا كذلك الأخضر والرصاصي احنا نسميه يعني الرمادي. بالنسبة إلى مجاميع القوس، تقول لكم الفترة وجود القمر في برج الجدي إيجابي من ناحية، ومن ناحية أخرى لكبار السن ممكن أنه تشعرون بشيء من التراجع الصحي. حاولوا قدر المستطاع أنه تتابعون إيجابية أكثر، أنتبه إلى طبيعة غذائي، ما أنسى أخذ حبوبي، دوايا، هالأشياء، أحافظ على وضعي في هذين اليومين. برج الجدي، القمر في برجك يمدك بالطاقة، أنت انتظر أسبوع يكون موفق، راح يكون نهاية هذا الشهر إن شاء الله بالنسبة إليك موفقة، تستطيع البدء بأمورك، بدأت دورة فلكية قمرية في ثلاث مواقع ممكن أنه تكون أكثر فائدة بالنسبة إليك. جماعة الدلو، يا جماعة الدلو العشرية الثانية، ننتبه لغاية يوم 30 بالشهر، الأولى والثالثة اللي تخص القمر، الثالثة راح يكون شوية عندكم شيء من التراجع الصحي، شوية شيء من التراجع النفسي نتيجة للتواجد القمري في البيت اللي يسبقكم، لكن حاولوا قدر المستطاع أنه أنتوا أيضا تكونون أكثر صبر في التعامل مع الأمور. عندنا العشرية الأولى، تقول لكم الفترة أن الزهرة متواجدة في برج الأسد، تجعلكم ممكن أنه تفتحون أمور تخص مسائل مالية أو أمور يعني تخص شراكة عمل أو شراكة عاطفة. بالنسبة إلى مجاميع الحوت، الفترة إيجابية، وجود القمر في برج صديق تدعوك إلى، مع وجود الشمس في برج أكثر صديق، فهذا يدعوك إلى أنه راح يكون بالنسبة لك يومين إيجابية، استفيد منها قدر المستطاع. هذه بالنسبة للتواجد القمري في برج الجدي، فإن شاء الله الله أعلم يقدم لكم كل ما في الخير. أجيب الإجابة بالوقت الباقي لأحبابي، أجاوب على المتصلين. عندي مريم تقول أنا 21/3 و27/2، 21/3 هو أول بداية برج الحمل الناري، وهذا يعتبر بين برجين طبيعة كهرومغناطيسية. هذا الشخص يعتبر من الطبيعة اللي يكون بيها شيء من جسمه، يتميز بشيء من الحساسية وشيء من استقطاب التأثيرات السلبية والطاقة السلبية يستقطبها جسمكم، فحاولوا دائما بالأسبوع تخلصون جسمكم من الطاقة السلبية، دائما 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 كل أسبوع لازم في أي يوم تختاروا يكون عندكم فترة استراحة تخلصون جسمكم من هالحالة. بالنسبة لكم أكو فترة قفزة إيجابية، وخصوصا من الناحية راح تكون من ناحية العاطفية، وخصوصا بعد انتقال مجاميع الكوكب عطارد إلى برج الأسد الناري. أحبابي بالنسبة إلى 27/2 عندنا هو أيضا بالنسبة إلى مجاميع الحوت، تقول لك الفترة أنه هاليومين إيجابية، وجود الشمس في برج السرطان جدا إيجابي، وجود الكواكب في برج الجدي والثور إيجابية، فالكواكب دا تدعمكم، حاولوا قدر المستطاع البت بأعمالكم، إن شاء الله تستطيعون من تتميم أمور كثيرة. بالنسبة إلى سرى، تقول أني 6/7 أريد أعرف 1/7 و18/2، تريد تعرف العشرية اللي تخصهم، انتو اثنيناتكم نفس العشرية 6/7 و1/7،
العشرية الثانية من برج السرطان المائي الخاصة بكوكب عطارد. خاصة بكوكب عطارد، إذا كوكب عطارد هو المسؤول عن عشريتكم أحبابي، لكن الفترة تقول أن انتقالة الكواكب ووجودها ببرج الأسد راح يساعدكم كثيرا في تتميم أمور مهنية، أمور نفسية، أمور مشاكل، انفراجات، قد تصلكم أموال أو أخبار مفرحة ممكن أنه تمتاز بها الفترة المقبلة. أما بالنسبة لـ 18-2 فهو مولود برج الدلو، الأخيرة جدا منها وعشريتها القمر. أكيد الفترة تدعو إلى شراكات عمل أو شراكات حل مشاكل مع أمور تخص الأموال، ممكن أنه تساعدكم في حل مشاكل مالية وكذلك تدعيم وضعكم ونجاحكم الاجتماعي. هذه بالنسبة إلى جواب سرى. عندي بالنسبة إلى عباس يقول أنا 18-5-71 يسأل عن الوضع المادي. عزيزي مولود برج الثور، العشرية الأخيرة منها، العشرية الأخيرة من الثور المن تخص، تخص زحل. الفترة هسه الحالية كوكب زحل متراجع بالجدي، لكن هذا مو آخر العالم، الفترة اللي بيها راح يبدي يتقدم، راح يدعم هذا الوضع، هذا الوضع راح يدعمه. عندنا كذلك كوكب آخر متراجع في برج العقرب اللي دي يأثر على الثور، فهذه الفترة تراجع هالكوكبين ما راح يطول، راح يتقدمون، فترجع أمورك ترجع اعتيادية من الناحية المالية، لكن لا تيأس ولا تأخذ الأمور بنظرة تشاؤمية. الفترة تقول ما أن تدخل الشمس إلى برج أول شيء إلى برج السرطان، ومن ثم وجود هالكواكب وتقدمها الاثنين وخصوصا زحل اللي يخص عشريتك، أتمنى أنه تبدأ من جديد وما راح تنحل هالأزمة المالية، يعني هاي الأزمة المالية في طريقها إلى الانفراج إن شاء الله. الباقي بقولي قال لي يا ريت تسامحوني أجاوبكم يوم السبت، ليش؟ لأنه وقت الفقرة عندي خلص، فثقوا يوم السبت أجاوبكم. ممنونة منكم ومن مشاهدتكم، أتمنى لكم إن شاء الله عطلة سعيدة وجمعة مباركة للجميع، نهاركم مبارك لكم الجو بناتي.